عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين. ان شاء الله النهارده معانا فيديو مميز، فيديو ممتع باذن الله. حمامتين محترمين ان شاء الله شغالين بالضمان. طبعا مكاننا يا جماعه دايما بنقول المحله الكبرى، معاكم عمرو ابو زياد، مكاننا المحله الكبرى، الشحن متاح لاي منطقه باذن الله ما عدا خط الصعيد، عشان بصراحه مش لاقيين له مواصله. تمام، تعالوا بينا نتفرج على الحمامتين. حبيبي ابو مليكه، عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله يا باشا، عاش من سمع صوتك تاني. معانا ايه النهارده؟ جامد جدا جدا وزار وهزاز، فرجنا ومتعنا ودلعنا. بربك لهنا في اي حته عادي. بسم الله ما شاء الله. معانا بس قطاطا، دي قرش سمك اهو، دي قرش محترم. بسم الله ما شاء الله. معاك ازاي نقطة السوريات؟ ما شاء الله ان شاء الله. عامل 500 جنيه. بص ده يا جماعة عامل 500 جنيه. الله يبارك لك يا ماما. خش على بعض. بكرة عندنا اهو. شافة. تمام. عندك غبرة؟ سود غبرة سود. تمام. قص ودول قص الحلس. ده عرض على بعض؟ اه دول قص الحلس. دول قص الحلس. تمام. وده قص استراليات. وده قص استراليات صح؟ قص استراليات. تمام. يبقى كده كام قص؟ أربع أصوص. الأربع أصوص دول بألف جنيه. الأربع أصوص بألف جنيه أبو مليكة بيضحك. بص هزازين دي أهو وابنهم. بس هزازين دي يا جماعة. أهو. عاملين كام؟ عاملين 300 جنيه. بص ده يا جماعة عامل 300 جنيه بإذن الله. بصهم. عامل 300 جنيه ان شاء الله. ودي انت مسوده اهي افرنجيه. افرنجيه عامله 150 جنيه عشان عشان متبهدله شويه. عامله 150 جنيه. ودي هزاز عبسي. ذكر عبسي اهو ان شاء الله. عامل كام ده ابو مليك؟ ده عامل 300 جنيه. الذكر ده يا جماعه عامل 300 جنيه. سيبه احطه في الجرح. خش على اللي بعده. معانا بقى يا جماعه مجموعه كرنوهات دبابات. بصوا ثمان اصوص يا ابو مليكه. ثمان اصوص. واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة يا جماعة. طبعا الحمام ده كله متعلم. كله جزء متعلم. ثمان أصوص. دول ثمان أصوص كرنوهات بإذن الله. إن شاء الله. الثمان أصوص هنبيع مش هقول لك ولا 1000 ولا 800 ولا كلام من ده. القص 500 جنيه قلب بعض. إحنا بنضحي. بنضحي. وعشان إيه؟ وكرنوهات. كرنوهات. متعزين كرنو. دول متعتين يا جماعة أمك. متاعة أول شغلها وأنت شغال. ب 500 جنيه برضه متعتين. متعتين دول برضه يا جماعة عاملين 500 جنيه بإذن الله. طبعًا يا أبو مليكة مقدم لكم عرض مميز، متعتين ب 500. ثمان أصوص كرنوهات. أهو. ثمان أصوص. بس ب 500 جنيه داخل المجموعة ما تستاهلش. لان هم ثمان اصوص مش مستاهلين. طبعا بقى ومتعلمين. انت عارف اسعار الشرفات عامله ازاي؟ انا بقول لهم اهو متعلمين. ربنا يبارك اللي ياخدهم يا جماعه. نص القطاع دوت 500 جنيه. تمام؟ العنبري والصودا الوزار ابو مليك عمل على عرض. يعني الجزء ب 250 جنيه في المجموعه. اللي هو القص دوت والقصين الحلس دوت. اهو.
لونهم كويسة. خلاص الاستراليات دمت الأربع أصوص بألف جنيه بإذن الله. الأربع أصوص دول بألف جنيه. خلاص العزاز الهندي بكام يا أبو مليكة؟ 300 جنيه. قص العزاز أهوت معاهم متنوم. خلاص عامل 300 جنيه. ذكر العبس اللي فوق دوت عامل 300 جنيه. عامل 300 جنيه. طبعا بنشكر كل راجل محترم بيتابعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.